ايه رأيك في احلام؟ اقسم لك بالله ان انا محترم كبريائها، انا بحبها اصلا. حس انها كده ست جدعه، مش حمامها. في لبنان يقولوا مره جدعه. خدت بالك من تعبير في لبنان دي؟ في لبنان يقولوا مره جدعه، قويه وصوتها ايضا قوي، ما بيهمهاش حد. نعم، ما بيهمهاش حد قوي. لانه لها موهبه كبيره مش قليله. انا كنت انبسط منها قوي لما كنت اشوفها مع الهدهد نانسي عجرم في احد البرامج، ووائل كافوري والقيصر الجميل اللي شفته في بدايه حياته كاظم الساهر.